يا مساء الخير. بسم الله نبدأ مع حضراتكم حلقة بداية أسبوع جديد، نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون أسبوع يعلم فيه بطاقة النادي الأهلي للوصول لنهائي دوري الأبطال. طبعا من أول النهاردة الصبح ويمكن من امبارح الأهلاوية بيسخنوا دايما الماتشات المهمة، الماتشات اللي من العيار التقيل دي بيبقى ليها ترتيبات معينة، والناس من النهاردة الصبح يمكن بتتكلم هتشوف الماتش فين، هتتفرج عليه مع مين. نتمنى إن شاء الله إنه الأهلي يفرح جماهيره ويفرح مصر كلها ويحسم بطاقة التأهل إن شاء الله بإذن الله على حساب الترجي. مباراة صعبة، يعني محدش يقدر ينكر إنها مباراة صعبة. أنا يمكن قلت في السادسة إنه كنت بشوف إنه ماتش الأهلي في رادس هو أصعب مباراة الموسم ده، والحمد لله الحمد لله أظهرنا إمكانياتنا ولعبنا كرتنا وحققنا نتيجة كان كل الأهلوية بيحلموا بيها وبيتمنوها، وكان في الإمكان كمان أفضل من مكان مباراة كان ممكن جدا الأهلي وعلى ملعب الترجي يحسمها بثلاثة أو بأربعة. على كل الأحوال سيناريوهات كتير جدا طبعا، يعني حسابيا الأهلي النهاردة قدامه أنه يفوز أو أن هو يتعادل، لكن الخسارة مش أمر مطروح بالنسبة لنا، ونتمنى طبعا أنها تكون سيناريو مش وارد. أعتقد أنه السيناريو الأفضل هو انه الاهلي يسجل في البدايه، واذا قدر الاهلي وان شاء الله باذن الله يقدر يسجل هدف في بدايه المباراه، هدف كمان لو كان مبكر اعتقد انه هيربك حسابات الترجي بشكل كبير جدا، والنتيجه تبقى 2، يعني الترجي يبقى محتاج يحط 3 عشان يتاهل للدور النهائي، واعتقد ده سيناريو صعب جدا. مفيش فرقه قدرت تدخل 3 جوان في الاهلي على مدار يمكن السنه اللي فاتت كلها بما فيهم بايرن ميونخ، مفيش حد حط في الاهلي في مباراه واحده 3 تجوان. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان رجالتنا يكونوا على الميعاد زي ما بنقول، وان شاء الله باذن الله يقدموا شو محترم يعبروا بيه عن قدراتهم ويقولوا ان احنا جاهزين عشان ندافع عن اللقب اللي احنا بنحمله، لقب بطل افريقيا. في نفس الوقت اللي احنا بنقابل حضراتكم فيه مباراه ثانيه في منتهى الاهميه، وانا الحقيقه ببص للماتشين دول يعني بنفس او بدي الماتشين دول نفس المقدار من الاهميه. ليه؟ لانه طبعا حضراتكم عارفين انه في الجوله جوله الذهاب الارض ما لعبتش مع فرقتها، الاهلي كسب الترجي في تونس، وكمان كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا حقق المستحيل او حقق اللي ما كانش فيه حد متوقعه غيري انا بس، وكسب الوداد على ملعبه، دي نتيجه ما كانتش متوقعه بكل المقاييس. صحيح المباراه من ناحيه الارقام والاستحواذ والتصويبات والفرص والى اخره كانت في مصلحة الوداد، لكن في النهاية الكرة ما بتعترفش غير بالأهداف. النهاردة فرص كايزر تشيفز على أرضه أعتقد أكبر بكتير جدا ونتمناها. يعني أنا طبعا يعني في ظروف تانية ظروف مختلفة كنت بالتأكيد هشجع الوداد، يعني المغاربة أشقائنا وحبايبنا وأنا بالتأكيد يهمني إن هم يكونوا متأهلين للمباراة النهائية، لكن كون المباراة هتتلعب مباراة النهائي هتتلعب في المغرب ده يخليني أبص لمصلحة النادي الأهلي وأشوف انه مواجهه كايزر تشيفز ان شاء الله باذن الله بعد ما نتاهل في نهائي دوري الابطال في المغرب هتبقى افضل واسهل نسبيا من مواجهه الوداد على ملعبه. طبعا يعني مفيش شك انه الترجي حتى لو كان خسر على ملعبه بهدف من النادي الاهلي فده معناه انه المواجهه مش محسومه، يعني ما اعتقدش انه باي حال من الاحوال فرقه بحجم الترجي فرقه فيها وصل ربع نهائي دوري الابطال نص نهائي دوري الابطال وعندها رصيد كبير جدا من النجاحات وفرقه عندها شخصيه البطل بالتاكيد مش جايه هنا عشان تقضي ال 90 دقيقه وترجع بلدها، لكن بالتاكيد هم عندهم اهداف وبالتاكيد اشتغلوا عليها وراجعوا اخطائهم وحاولوا يكتشفوا المناطق الضعف او الثغرات اللي ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي عشان يستغلوها. والترجي من الفرق في افريقيا اللي بتعمل لها دايما حساب يمكن بره ارضها اكتر من جوه ارضها، عشان كده ان شاء الله باذن الله مش مطلوب من لاعبتنا بس الا الجديه والتركيز التام، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الاهلي متاهل لنهائي دوري الابطال، والميعاد يكون يوم 17 او لو غيروا الاتحاد الافريقي احنا في اي وقت جاهزين. خلينا نطرح لحضراتكم والحقيقه يمكن فكرنا كده مع الحاله اللي الاهلاويه عايشينها بقالهم اسبوع من اول ما حسمنا لقاء الذهاب في رادس بنتيجه 1-0 واحنا حاسين ان العشرة بتقرب، حاسين انه بطولة افريقيا بتقرب مننا بشكل كبير. حالة البهجة دي خلتنا نفكر هو الاهلي بالنسبة لك ايه؟ يعني بالنسبة لناس كتير ممكن يكون مصدر فخر، بالنسبة لناس كتير ممكن يكون مصدر سعادة، بالنسبة لناس كتير جدا ممكن يكون نموذج من نماذج النجاح
في حياة كل واحد فينا. ففكرنا نسأل الناس كده، ايه اخبار الاهلي معاكم والنادي الاهلي بيمثل لكم ايه؟ اجاباتكم طبعا منتظرينها على السوشيال ميديا، وهنحاول في جزء من حلقتنا نتكلم فيها مع حضراتكم. قبل ما ندخل في التفاصيل وقبل ما نروح نتابع اخبار الفرقه وقبل ما نسمع عن السيناريوهات المتوقعه فيما يتعلق بطريقه واسلوب اداء ولعب النادي الاهلي، وايضا هنركز على طبعا الترجي التونسي اللي ما عندوش حاجه يخسرها او حاجه يبكي عليها. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا مع حضراتكم في السادسه. طيب طبعا الاهلي والترجي كلاسيكو افريقي، يعني تاريخ حافل من المواجهات الحقيقه، ديربي مش بس شمال القاره، ديربي قاره افريقيا كلها، وزي ما قلت لكم تاريخ طويل جدا من البطولات. هكلم حضراتكم الاول فيما يتعلق بالناحيه التحكيميه. طبعا الحكم الكاميروني نيانت هو حكم المباراه النهارده، والاهم في الموضوع بما انه احنا في اوقات كتير جدا للاسف الشديد يعني خسرنا بطولات او خرجنا بطولات افريقيا بسبب التحكيم، اطمن حضراتكم انه تم الاستقرار على استخدام تقنيه الفار في مباراه النهارده. كان في شكوك يعني لغايه ساعات يمكن كان في شكوك انه هتم تطبيق تقنيه الفار، لانه اجهزه الفار الخاصه بالاتحاد الافريقي ما كانتش وصلت، لكن تم الاستقرار في النهايه على استخدام اجهزه تقنيه الفار اللي بتستخدم في الدوري المصري، هيتم استخدامها في المباراه. وبالفعل الاتحاد الافريقي بعت موافقه لاتحاد الكره المصري، والحمد لله. طبعا الفار يفرق معانا كتير، يعني يطمنا ويريحنا، على الرغم طبعا من انه يعني مش عارف ليه، لكن يعني اختيار حكم الفار حكم المغربي، هو حكم محترم الحقيقه وسمعته كويسه جدا الحكم المغربي رضوان جايد، لكن اعتقد بما انه المغرب ليها فريق في طرف في مواجهه قبل النهائي كان من المفترض انه يتم مراعاه النقطه دي. لكن في جميع الاحوال وجود التقنيه في حد ذاتها شيء في منتهى الاهميه. نروح لزميلنا فاروق صلاح، مش عارف وصل الملعب ولا لسه في مقر اقامه، لسه في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. فاروق مساء الخير واهلا بيك معنا في هذا اليوم الهام والحافل. كل التحية ليك زميلي العزيز أحمد سمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يوم حاسم ويوم مهم جدا للجماهير للنادي الأهلي ولكل مسؤولي للنادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي. يوم مهم جدا إن شاء الله يكلل بالانتصار، يكلل بالفوز إن شاء الله والصعود للمباراة النهائية. مواجهة كايزر تشيفز، مواجهة الوداد، أيا كان كلها خطوات النادي الأهلي بياخدها خطوة خطوة. زميلي العزيز أحمد سمير، طبعا فاروق يمكن كلاكيت تاني مرة الأهلي في قبل نهائي دوري الابطال. افتكرت الحقيقه يمكن في ماتش رادس مواجهه قبل النهائي السنه اللي فاتت مع الوداد، وبرده كان من حسن حظنا ان احنا كسبنا بره ارضنا في مباراه الذهاب، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكرر اللي عملناه برده السنه اللي فاتت بس السنه دي بقى مع الترجي. قبل ما ادخل في التفاصيل عايزك تقول لي بس تفاصيل اليوم او عناوين اليوم النهارده في محل اقامه الفريق، وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل فيما يتعلق بالمحاضرة والاستعدادات. طبعا هتكلم على تفاصيل مهمه جدا، او لو هنقول عن تفاصيل اليوم او اعداد النادي الاهلي لهذه المباراه. اعداد الاهلي لهذه المباراه انطلق مع نهايه صافره احداث مباراه الذهاب اللي جمعت ما بين الاهلي والترجي وانتهت بهدف مقابل لا شيء. سريعا اللاعبين، الجهاز الفني طوى صفحه مباراه الذهاب، بدا التركيز، بدا الاعداد للمباراه مباراه الاياب اللي هي اليوم امام فريق الترجي التونسي. طبعا الفريق النهارده تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي انتهت يعني منذ دقائق قليله. مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، طبعا من خلالها طبعا بيركز على تعليمات لكل اللاعبين، كل لاعب في مركزه. كان اللاعبين خلال الفتره الماضيه كل لاعب كان يتفرج على مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي، كل لاعب عرف اخطائه وعرف يعني سلبيات الايجابيات. طبعا الدور والاجتماعات اللي كانت ما بين مستر بيتسو موسيماني وموسي محلل الاداء وايضا يوشي، اجتماعات كانت مستمره طوال الفتره الماضيه. مستر بيتسو موسيماني ما بيسيبش فرصه لحاجه او للظروف، الراجل بيركز على كل كبيره وصغيره. النهارده اللاعبين خلاص نسيوا مباراه الذهاب، اللعبة مركزه ان شاء الله النهارده ان دي مباراه ثانيه، دي جوله ثانيه مهمه جدا. في جلسات ثنائيه بتجمع ما بين اللاعبين، شفنا محمد مجدي قفشه وعلي معلول وعمرو السوليه وحمدي فتحي، جلسات جمعت ما بين الاربعه اتكلموا مع بعض. دور الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان مع اللاعبين في ضروره الاعداد
الاعتماد النفسي. كابتن سعد عبد الحفيظ كان ليا يعني دقائق معاه سريعه قدر يتكلم، قال لي وهي مباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه جدا، مواجهه صعبه جدا، احنا خلاص نسينا المباراه الاولى، مركزين نقول للاعبين ان المباراه دي صعبه جدا، واللاعبين مستجيبين لهذا الامر. يعني لعيبه النادي الاهلي على قدر عالي جدا من الشخصيه، على قدر عالي جدا من اهميه، من معرفه قيمه واهميه المباراه. من الامور المهمه ايضا اللي كان حريص عليها واحد من كباتن الفريق، وده الدور يا زميل العزيز احمد اللي بنقوله دايما، دور اوضه اللبس. سعد سمير اللي هو يعني موجود النهارده خارج قائمه الفريق النهارده، كان حريص انه يكون موجود مع اللاعبين داخل غرفه او داخل فندق الاقامه، يدي دوره كواحد من كباتن الفريق والدفعه المعنويه اللي بيديها للاعبين، لاقت استحسان الجميع، حاله من التركيز، حاله من الجديه عند اللاعبين، اللعيبه مركزه ان شاء الله النهارده ان احنا نحقق الانتصار. يعني مستر بيتسو موسيماني لما اتسال قال له انت عندك فرصتين، بتلعب للتعادل وبتلعب للفوز، قال انا عندي الفوز وهدفي الفوز ومش هركز غير في الفوز ومش هتكلم على المباراه. صحيح، ودي طريقه التفكير الاكثر واقعيه، انك انت تلعب وهدفك الفوز، تنسى تماما مباراه او نتيجه مباراه الذهاب، وما تحطش في بالك فكره انك تعتمد على هدف سجلته على ارض الخصم. زي ما بكلمك عن الاهلي، وانا يمكن مش عايز ادخل في تفاصيل الاستعدادات والجاهزيه قوي في الوقت ده، عايز اكلمك كمان يا فاروق على الترجي والاخبار يمكن اللي احنا سمعناها او تم تداولها كلام انه يعني في اغلب الظن انه معين الشعباني هتكون دي اخر مباراه لي مع الفريق، في برضو الغيابات اللي ممكن تكون مؤثره على مستوى او على اداء الترجي النهارده. ايه اللي عندك عن الترجي التونسي؟ يعني خلينا اقول لك برضو اقرب كل جماهير النادي الاهلي من معسكر نادي الترجي التونسي، هو ما اداش الا مران واحد بالامس على ملعب الاهلي، والسلام كان المران الاول لفريق الترجي التونسي هنا بالقاهره. لكن قبل يعني وصول الفريق للقاهره كان في معسكر او مستر المعين الشعباني دخل في معسكر مغلق مع اللاعبين، فرض عليهم حظر اعلامي، بدا ان هو يركز، بدا ان يعني طبعا يدي فرصه اكتر لانيس البدري اللي كان يعني الفتره المباراه الماضيه المباراه الاولى كان شارك في بعض الدقائق نظرا لاصابته، قدر برضو ان هو يعني حاول ان هو يتجنب من حصول محمد علي بن رمضان على انذار ثالث. يعني قبل مباراه الذهاب كان عنده انذارين وقدر ان هو يتلاشى حصوله على انذار ثالث عشان ما يغيبش على مباراه اليوم. معين الشعباني الانباء اللي بتتردد ودي انباء مؤكده ان طبعا في خلافات وفي امور، بعض الامور خاصه هناك في النادي الترجي التونسي. معين الشعباني يعني في حاله الهزيمه، وده الشيء اللي بنتمناه ان شاء الله انها تكون يعني اخر مباراه لمعين الشعباني مع فريق الترجي التونسي، واقتراب نبيل معلول من قياده فريق الترجي التونسي. اجتماعات تمت، نبيل معلول بعد ما فسخ عقده مع المنتخب السوري بدأت الأنباء تتردد من عودته مرة تانية للترجي التونسي. النقطة دي عاملة سلاح ذو حدين، إما عامل ضغط على فريق الترجي التونسي وعلى اللاعبين أيضا، وعاملة دفعة معنوية شوية للمعين الشعباني اللي عايز يثبت نفسه النهاردة، ودي نقطة لازما يعيها لكل لاعبي النادي الأهلي وكل والأمور كلها. أعتقد وصل لهم إن الأمر إن قد تكون نقطة إيجابية للمعين الشعباني، يحاول يستغل هذا الأمر ودفعة معنوية للاعبين إنه يلعب على هذا الأمر ويستغل الدفعة المعنوية ويثبت لجماهير الترجي إنه مدرب كويس. لكن في كافة الأمور وكافة يعني في كافة الأحوال نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. خليني برضه أقول لك زميل أحمد، فريق الترجي التونسي أو التشكيل المتوقع لفريق الترجي في هذا اللقاء طبعا هيكون في حراسة المرمى معز بن شريفية، قدامه اثنين مساكين الياس شتي وعبد القادر بدران، في اليمين حمد النجاز، في الشمال محمد علي اليعقوبي، في نص ملعب الثلاثي كوليبالي محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بالغيث، قدامهم ثلاثة حمدي الهوني، أنيس البدري اللي كان غاب عن اللقاء الماضي ما شاركش فيه من البداية لكن شارك في جزء منه وهيكون موجود بجوار حمدي الهوني، ورأس الحربة خالد عبد الباسط. دي التشكيله المتوقعه والاقرب لفريق الترجي التونسي. معلش فاروق، لاخر تعليمات تسمح لي اراجع معاك بس خط هجوم، انت قلت حمدي الهوني وخالد عبد الباسط وانيس البدري، يعني انيس البدري يكون الاختلاف الوحيد عن التشكيله اللي بدا بيها معين الشعباني مباراه رادس، مظبوط؟ سمعت انا صح؟ بالظبط، يعني الاختلاف الوحيد عن بالظبط زميلي العزيز احمد، هي الاختلاف الوحيد عن مباراه رادس هو الاختلاف في انيس البدري. في بعض التدريبات بالامس حاول ان هو يدي فرصه شويه لخليل شمام، لكن يعني لو خليل شمام هيلعب هيكون بدل محمد علي اليعقوبي، لكن الاقرب هو محمد علي اليعقوبي. خلاص انيس البدري بيعود لقياده خط هجوم فريق الترجي التونسي في هذا اللقاء. طبعا زي ما استعرضت طبعا طاقم التحكيم اليوم مانيانت الكاميروني هيعاونه الفيس نيبوي، ده مساعد اول من الكاميرون، والمساعد الثاني
الثاني كارين اتشيمبونج وده ايضا من الكاميرون، والحكم الرابع من الجابون اريك كوتوجو كاستان، واحد من الحكام المميزين ايضا في القاره السمراء، وعلى تقنيه الفار رضوان جيد الحكم المغربي. ان شاء الله زميلي العزيز احمد يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي، خطوه مهمه جدا. وعايز اقول لك قبل ما اختم معاك، يعني اللعيبه كمان مش مركزه في لقاء كايزر تشيفز والوداد اللي هيتلعب، يعني خلاص بقى انطلق في تمام الساعه السادسه، او انطلق او ابتدى بالفعل، ابتدى اللعيبه لما بتسالش على المباراه امتى بالظبط، اللعيبه مش مركزه في هذا الامر، اللعيبه مركزه في مباراه واحده بس هي مباراه الترجي، ثم بعد مباراه الترجي نبدا نشوف بقى هنلعب كايزر هنلعب الوداد، لكن علينا ان احنا ننتهي من المهمه الاكبر وهي مباراه الترجي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز فاروق صلاح من مقر اقامه طبعا النادي الاهلي. ويمكن الـ النتيجه بتاعت كايزر تشيفز والوداد هتتعرف قبل ما الاهلي يبدا مباراته مع الترجي، فهيكون معروف مين الطرف الاول اللي تحدد بالفعل وصوله لنهائي دوري الابطال. وفي ظني طبعا يعني برضو عشان تبقى الامور واضحه وصريحه، اللي بيسعى للبطولة ما بيهموش هو رايح يلعب مين ولا رايح يلعبه فين، ده شيء بديهي. إذا كان أنت عندك رغبة في التتويج تقابل الترجي، تقابل الوداد، تقابل سان داونز، تقابل كايزر تشيفز، أنت هدفك محدد وبتبذل كل ما عندك أقصى ما في وسعك عشان توصل لهذا الهدف. مش هيفرق معاك مين يقف قدامك، لكن أنا اللي بقوله بس أنه في حالة تأهل كايزر تشيفز بيتهيأ لي أنه الدوافع موجوده كده كده، يعني انك انت تتوج ببطوله دوري الابطال موسمين على التوالي ده في حد ذاته دافع مهم جدا. لكن اعتقد كمان وجود كايزر تشيفز هيكون مريح بالنسبه للنادي الاهلي في النهائي اللي هيقام او هتستضيفه المغرب الشقيق، وبالتالي بيتهيالي ممكن كمان تزود من حته الدوافع عند فرقه النادي الاهلي. عايز استعرض مع حضراتكم مشوار الفرقتين، وفي المشوار معلش بقى هقف واتكلم شويه، لانه في اوقات كتير جدا ممكن يبقى في يعني مطبات، في تراجع في المستوى، في تراجع في النتائج، وفي جزء كبير اتعود على المكسب وجزء كبير ما عندوش مساحه من الصبر، فبالتالي بيأتاك بيهجم على طول. في اللحظات اللي زي دي محتاج ارجع معاكم بقى فلاش باك ونشوف ممكن الهجوم في الوقت ده كان ممكن يبقى له اثر سلبي عامل ازاي. نبتدي مشوار النادي الاهلي. الاهلي في البطوله دي لعب 11 ماتش، قدر يحقق الفوز في 7 ماتشات وتعادل 3 ماتشات وخسر مباراة وحيدة. يعني أعتقد أنه سجل محترم جدا على مستوى الأهداف. فرقة النادي الأهلي سجلت 20 هدف واستقبلت 6 أهداف فقط لا غير. في الدور الأول طبعا فزنا على سوني داب ذهابا وإيابا 1-0 في النيجر و 4-0 هنا، 5-0 يعني مجموع الماتشين. بعد كده القرعة وقعتنا في المجموعة الأولى مع سيمبا، الحقيقة يمكن خلينا نقول أنه كان الحصان الأسود لنسخة دوري الأبطال الحالية مع فيتا كلوب من الكونغو، معنا طبعا المريخ السوداني في نفس المجموعة. وكان مشوار دور المجموعات الأهلي يمكن مش في أفضل حالاته، النتائج يمكن ما كانتش على مستوى طموح الجماهير، وعشان كده بقول لحضراتكم خدوا بالكم أنه في الفترة الصعبة دي في المطبات في قمة عدم الرضا على الأداء، مهم جدا يكون النقد بناء، مهم جدا ما يبقاش فيه هجوم حتى السميله. ليه؟ لانه الهجوم في وقت من الاوقات زي ما بيقول كده بيكسر المعنويات، بيوصلنا لحاله من حالات الاحباط، ولو ده حصل لا قدر الله ممكن جدا جدا ما كناش وصلنا ان احنا النهارده نبقى بنلعب في الدور قبل النهائي وعلى بعد خطوه ان شاء الله باذن الله ممكنه جدا من الوصول للمباراه النهائيه. عشان كده بقول لحضراتكم الحساب في النادي الاهلي ده مش بس على مستوى الادارات، لكن كمان يجب ان الجمهور يبقى، احنا اكيد جمهور كبير جدا وعظيم جدا جدا جدا، عشان كده دايما اللي بنقوله انه لازم نبقى بنحاسب حاسب زي ما انت عايز، ما حدش يقدر يقول لك تحاسب ازاي وتحاسب امتى، بس اللي بقوله انه عشان ما نكونش احنا اللي بنوجع فرقتنا في وقت من الاوقات لازم شويه نصبر نتريس ونشوف الحساب ممكن يبقى في النهايه عامل ازاي. طيب خليني اقول لحضراتكم يمكن زي ما قلت لكم دور المجموعات كان الاهلي يعني مش في افضل احواله، خلصنا المجموعات في المركز الثاني برصيد 11 نقطه بعد ما فزنا في 3 ماتشات وتعادلنا ماتشين وخسرنا ماتش واحد قدام سيمبا. بعد كده بقى بدا مشوار التالق، ربع النهائي الماتشات الكبيره قابلنا سان داونز كسبناه هنا 2-0 وتعادلنا معاه هناك 1-1، ثم دور نص نهائي مع الترجي وفزنا على الترجي في ارضه بنتيجه 1-0. ارقام الترجي
في مقابل الاهلي كلها بتصب في مصلحتنا. الاهلي من حيث الماتشات لعب 11 فاز في 7، الترجي فاز في 5، الترجي تعادل 3 ماتشات وخسر 3 ماتشات في دوري الابطال، سجل 14 هدف يعني اقل من الاهلي بست اهداف، واستقبلت شباكه 11 هدف يعني ازيد من نادي الاهلي بخمس اهداف. في بدايه الدور التمهيدي فازوا على اهلي بنغازي بمجموع الماتشين 3-2، وبعد كده كانوا في مجموعه مع الترجي مع الزمالك والمولوديه الجزائري وتونجث السنغالي، وقدر ان هو ينهي دور المجموعات في صداره المجموعه برصيد 11 نقطة بعد ما قدر يفوز 3 ماتشات ويتعادل ماتشين ويخسر مباراة واحدة. طبعا ابتدينا نركز معاه بشكل كبير من دور الثمانية، وقدر في دور الثمانية ان هو يقصي شباب بلوزداد الجزائري بس بركلات الترجيح، خسر 2-0 في الجزائر وبعد كده رجع تعادل 2-2، تعادل اكشولي في الشوط الثاني من المباراة، وبعد كده قدر بركلات الترجيح ان هو يحسم تأهله عشان يواجه النادي الأهلي ويخسر مباراة الذهاب بهدف دون مقابل طبعا في مباراة رادس اللي تابعناها الأسبوع اللي فات. عشان نتكلم على مستر موسيماني وطريقة لعبه وتفكيره، وأيضا كمان نحاول نشوف، أعتقد أن الجيم النهاردة بين اثنين مديرين فنيين جيم كبير جدا وصعب جدا وبرة السيناريوهات التقليدية أو النمطية، يعني نتيجة المباراة الذهاب بتفرض على الاثنين يتعاملوا بشكل مختلف عن الطبيعي، مش مجرد مباراة عودة في القاهرة، لا أعتقد هيكون فيها كتير من المفاجآت من الاثنين مديرين فنيين. خلينا نتكلم بالتفصيل في السادسة مع حضراتكم بس بعد الفاصل. نروح لهشام أبو النجا. الأهلي بالنسبة لي حياة، وده جزء الحقيقة من فلسفة النادي الأهلي ومن شغلنا إحنا معاكم، لأنه فكرة إنك تشتغل على نفسك وفكرة إنك ما تبصش في كراسة غيرك وفكرة إنك أنت تركز على إنك أنت بصرف النظر عن مين بينافس حواليك إنك أنت إزاي تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتحدد أهدافك وتعرف إمكانياتك وتحاول تطور منها عشان توصل للهدف ده، ده فعلا الحقيقة يمكن أسلوب حياة. من نعمة 2023 أكسجين حياتنا طبيعي نعمة، طبعا دعواتك لينا النهارده، وناخد ناخد تعليق كمان في مين، في نورهان مدحت، ده انا لو بفكر في مستقبلي زي ما انا بفكر في ماتش الاهلي النهارده زماني بقيت دكتوره. بالتوفيق يا نورهان، ان شاء الله باذن الله تبقي دكتوره قد الدنيا. طيب خلينا قبل ما اكمل كلامي واكلمكم على متغير شايفه اساسي ورئيسي وممكن يكون ليه تاثير جدا كبير جدا في مواجهه الدور اللي قبل النهائي، مش بس الترجي، في مواجهه الدور اللي قبل النهائي. المباراه دي بصرف النظر عن مين منافس وبصرف النظر عن نتيجه مباراه الذهاب مواجهه ثقيله بالنسبه لاي لعيب، لكن خليني اسمع راي واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا المدفعجي الشهير كابتن خالد جد الله. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، ازيك وتحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك في يوم في منتهى الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي ولكل جماهيره. ازاي بتشوف المواجهه النهارده، وهل تعتقد انها هتتاثر على المستوى الاداره الفنيه موسيماني فيرسز شعباني بسبب نتيجه مباراه الذهاب نتيجه 1-0 الاهلي في تونس؟ والله الماتش النهارده يا احمد ليه سيناريوهات كتيره ومباراه صعبه، ولكن باذن الله نتمنى ان التوفيق يكون في جانب لاعبتنا. ايوه، وانا عن نفسي الاداره الفنيه بالنسبه للمباراه طبعا دور المدربين هيكون ليهم دور كبير جدا في قراءه الماتش وفي احداث التغييرات حسب احداث الماتش وحسب احداث المباراه، ولكن انا يعني نفسي اوجه كلمه للاعبتنا لعيبه النادي الاهلي. فضل طبعا احنا كلنا كل مصر بتدعي لهم ان ربنا يوفقهم ويحققوا الانجاز ويوصلوا باذن الله المباراه النهائيه. احنا مش طالبين منهم غير اللي عملوه المباراه اللي فاتت اللي كانت في تونس، يعني عملوا كل حاجه في الكوره من تركيز كبير جدا، من استغلال للفرص، من انتشار جيد، من استحواذ على الكوره، عملوا كل حاجه في كره القدم من حيث العرض والنتيجه، يعني اداء كان مقنع جدا ونتيجه طبعا كانت مبهره بالنسبه لنا. فأنا أتمنى عشان ما نحطهمش تحت ضغط كتير أو نقعد نتكلم في فنيات، لأن أيوة الماتش خلاص فاضل عليه ساعتين ثلاثة. أيوة، مش عايزين منهم أكتر من اللي عملوه الماتش اللي فات. لو بإذن الله اتعمل الكلام ده إحنا هنكسب بإذن الله بنتيجة مريحة بإذن الله تعالى. أنا متأكد طبعًا إنه في حالة انعزال تام للاعيبة النادي الأهلي من مش من دلوقتي، من يمكن من بداية اليوم
وصولا لغايه اللحظه اللي هيطلق فيها نيانت حكم المباراه صفارته، وهم معزولين تماما يعني ما بيتعرضوش اي نوع من الاخبار او وسائل الاعلام او السوشيال ميديا. لكن خليني اسال حضرتك برضو، وانا بكلم الجماهير النهارده، يعني كل الجماهير بتتكلم في ماتش النهارده، وانا النهارده في كل حته رحت فيها الناس بتقول لي هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه، فالجماهير عايزه برضو تفهم. كنت بقول انه نتيجه 1-0 في رادس لخبطت حسابات معين الشعباني وخلته يفكر في لقاء النهارده بشكل مش تقليدي او بشكل مش طبيعي. كان يمكن بيرتب او باني فكره على انه يكسب في ملعبه ويجي هنا يحاول يتعادل مع الاهلي او يحاول يلعب على مرتده. لكن النهارده انت بتتكلم على فريق كبير زي الترجي، جرحت كبريائه وجرحت لعيبته، وبالتالي جايين يدافعوا عن كبريائهم وعن اسم نادي الترجي. تتوقع ايه السيناريو اللي يفكر فيه معين الشعباني يواجه بيه الاهلي النهارده؟ معين الشعباني طبعا هو النهارده اول هدف من اهدافه ان هو ازاي يعوض الهدف اللي دخل مرماه في المباراه الاولى. ولكن في نفس الوقت انا من وجهه نظري ان هو برده مش هيفتح الماتش. لان هو لو فتح الماتش هتكون طبعا في مصلحتنا، هنقدر نستغل مساحات عن طريق استغلال سرعه محمد شريف وصلاح محسن. فانا شايف ان هو هيمشي مع الماتش شويه شويه، مش هيستعجل ان هو يفتح المباراه، لان هو برده مطالب بحاجتين: ازاي يسجل في مرمى النادي الاهلي، وفي نفس الوقت ازاي يحافظ ان شباكه تكون نظيفه. تمام. وهي دي الصعوبه اللي هو هيواجهها، وباذن الله هي دي اللي هتدينا احنا باذن الله الملكه ان احنا نقدر نتحكم في رتم الماتش. تمام. وفي مجريات الامور. طيب. احنا النهارده بنلعب مع الوقت، بمعنى ايه؟ ان كل ما الوقت بيعدي والنتيجه زي ما هي او ان احنا قدرنا نحرز اهداف، دي هتكون في مصلحتنا. اما بالنسبه لمعين الشعباني بيلعب ضد الوقت، كل ما الوقت بيعدي ده ضده هو، لان فرصه بتبتدي تقل. صحيح. طب حضرتك تابعت فرقه الترجي، واعتقد انه في مباراه الذهاب رغم انه النتيجه انتهت لمصلحتنا 1-0، لكن كان النادي الاهلي هو الاخطر وهو الاقدر على الوصول للمرمى، وبالفعل يمكن وصلنا يمكن في 3-4 كور فرص مؤكده، وكان من الممكن جدا ان احنا نسجل. من وجهه نظر حضرتك ايه الثغرات اللي تشتغل عليها فرقه النادي الاهلي النهارده؟ يعني اذا كنت بتطالبهم ان هم يستغلوا نقطه ضعف او ثغره موجوده في فرقه الترجي، وبالذات طبعا مهاجمين النادي الاهلي، سواء كان محمد شريف، كان طاهر هيبتدي، كان الشحات هيبتدي، يعني الفرود والاجنحه، ايه الحاجات اللي حضرتك تحب ان هم يركزوا عليها او يستنوها او يستغلوها افضل استغلال؟ طبعا احنا عندنا ميزه كبيره جدا، فرق السرعات ما بين المهاجمين بتوعنا وما بين خط ظهر فريق الترجي، بالذات الباك ليفت والاثنين اللي بيلعبوا في القلب. كل يعني نصيحتي لمحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات وطاهر، ازاي اي حد فيهم هيبتدي، يعني ازاي تاخد القرار وتتحرك خلف مدافعين الترجي لاستغلال سرعتك، لان هم التمركز بتاعهم مش كويس، بطء شويه، احنا فرق السرعه في مصلحتنا، احنا ازاي نتحرك فخلف الدفاعات عشان نستغل المساحات. وده اللي احرزنا منه الهدف اللي جابه محمد شريف الماتش اللي فات، ازاي يتحرك التحرك العرضي وبعدين يتحرك تحرك طولي، ضرب خط ظهر من القلب، ضرب خط ظهر الترجي وقدر ان هو يحرز الهدف. فكل ما هنلعب النهارده هنستغل السرعات بتاعتنا اللي قدام اللي بتميزنا بتاعه المهاجمين بتوعنا، هيكون في فرص كتيره لينا. تعتقد انه ومن وجهه نظرك الافضل طبعا انه نلعب بنفس التشكيله والطريقه اللي بدانا بيها في رادس، ولا نرجع لطريقتنا وتشكيلنا الاساسي اللي احنا متعودين عليه طول الموسم؟ انا يعني من خلال رؤيتي لفريق الترجي والماتش اللي فات، انا اتمنى يعني من وجهه نظري انا طبعا. أيوه. احنا بعاد يعني، واحنا بعيد عن الفرقه، بندردش مع بعض يا كابتن خالد. أيوه. بالظبط كده. أيوه. لينا نظره فنيه. ايوه. انا اتمنى ان نلعب بنفس التشكيل، بس تغيير واحد، ان انا ازاي انا النهارده محتاج ان انا احتفظ بالكوره ويبقى عندي استحواذ بدرجه كبيره. طيب ما انا ابتدي افكر الثلاثه المدافعين اللي في نص الملعب انا هحافظ عليهم لان هم ادوا بشكل كويس جدا جدا هايلين، طب ليه انا ما احطش قفشه قدامهم والعب بصلاح محسن ومحمد شريف؟
دي. وبعدين يعني حته التشكيل وحته الرؤيه الفنيه بتيجي من خلال انت متابعتك للفريق المنافس اللي انت بتلعب قدامه. طبعا طبعا. انا من وجهه نظري لو التعديل ده موجود احنا هنربك فرقه الترجي بشكل كبير جدا ان شاء الله، لان هم بيلعبوا ثلاثه في نص الملعب، احنا هنبقى زياده واحد اللي هو قفشه. مراقبته هتبقى صعبه جدا، لان عشان يتراقب لازم باك من الباكين اللي على الاطراف يضم معاه عشان يمسكه، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا ليهم. فانا من وجهه نظري يعني القليله قوي ازاي ان انا احافظ على الثلاثه المدافعين في نص الملعب اللي هيدوني امان مع خط الظهر في النواحي الدفاعيه، وازاي ادفع بقفشه عشان اضمن برضه، لان قفشه من اللعيبه اللي بتعرف تباصي كويس وبتعرف تستلم الكوره كويس طبعا، وعنده رؤيه وعنده فيجن وبيعرف يلعب الكوره فين في الحته الفاضيه في الملعب، فهيكون ليه دور كبير جدا لو هو سليم طبعا 100%. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طبعا رجاله الاهلي اي حد النهارده هينزل ان شاء الله باذن الله. قدها وقدود يا كابتن خالد، وجهه نظرك دايما مرحب بيها ومحترمه جدا، ونتمنى ان شاء الله تكون ضيف علينا في السادسه نتكلم باذن الله ان شاء الله عن تحضيرات واستعدادات النادي الاهلي للمباراه النهائيه. قبل ما اكمل كلامي مع حضراتكم، وايه الحاجه اللي تفرق في مباراه دور قبل النهائي في النسخه دي عن النسخه اللي قبلها، هجاوب حضراتكم بس بعد الفاصل. حاجة في منتهى الأهمية لابد برضو إن احنا نقول إنها بتصب في مصلحة النادي الأهلي النهاردة. الجيل ده من اللعيبة، يعني احنا يمكن أنا فاكر كويس قوي وإحنا بنتكلم على مواجهتين بتوع قبل نهائي ونهائي النسخة اللي فاتت، كنا بنتكلم على فكرة الدور اللي بيقوم بيه اللعيبة الكبار واللعيبة اللي لعبت في البطولة دي قبل كده وحققتها وكسبتها، زي مثلا وليد سليمان، زي جونيور أجاييه، زي سعد سمير، اللعيبة أصحاب الخبرات. النهاردة أنت بتتكلم على جيل كامل من النادي الأهلي عايش ده، يعني وصل للحظة التتويج دي، خد الثقة دي، لعب في كاس عالم أندية وخد مركز ثالث، ولعب في سوبر إفريقيا وكسب البطولة، وجرب يعني إيه يوصل لمنصة تتويج بطولة دوري الأبطال ويروح بعدها كاس عالم. الإحساس ده، الشعور، التقل ده عامل فارق جدا، ونتمنى ان شاء الله انه يتم استغلاله النهارده ويكون عامل مؤثر. على ناحيتهم الحقيقه الشعباني طبعا كل تصريحاته بتقول ان احنا هنحاول ان احنا نتغلب على كل العقبات اللي بتقابلنا وابرزها الغيابات، وارد جدا، وزي حتى ما زميلي فاروق صلاح مراسلنا في فندق النادي الاهلي ما اتكلم على التشكيل المتوقع للترجي التونسي النهارده، غالبا بنتكلم على خط هجوم مختلف عن اللي واجهنا. انيس البدري احتمالات بدايته قويه جدا، خالد عبد الباسط محل شك، يمكن اللي هيحسم ده تمرينه الترجي الرئيسيه، لكن ايا كان ان شاء الله مدافعينا سواء ابتدينا ببدر معاه ياسر او بدر جنبه ايمن، اعتقد عندهم القدره على تكتيف وقف خطوره خط هجوم نادي الترجي. فاصل وارجع لحضراتكم على طول. ثقتنا في لاعبتنا ونجوم النادي الاهلي كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله يكونوا قد التحدي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله عرض ونتيجه ترضي كل جماهير النادي الاهلي. مش مطلوب غير الجديه والتركيز اللي شفناهم من لاعبتنا في الفتره الاخيره، واعتقد انه الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه فرقت معانا كتير جدا في المباريات الاخيره. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز من نصيب النادي الاهلي. وكان مهم كاميرا السادسه تكون موجوده مع الاهلاويه في كل مكان وتسالهم عن رايهم وعن توقعاتهم لمباراه النهارده. خلينا نشوف التقرير واشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه نحتفل بيها بتاهل ان شاء الله باذن الله بتاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. تحياتي لحضراتكم. شخصية الأهلي كلها، الفريق كله النهاردة، الأهلي كله شخصيته بتظهر في الأزمات وبتظهر في وقت البطولات. فالورق الرابحة كلها الفريق كله بالاحتياطي بالإدارة، المنظومة كلها متكاملة ما فيش فيها ثغرات، فده اللي بيخلي إن هو الأهلي دايما رقم واحد في كل حاجة، محلي وأفريقيا وعالمي إن شاء الله. أتوقع 2-1 لصالح الأهلي. كلنا متفائلين ان الماتش دوت ان شاء الله احدى النتيجتين، يا اما 2-0 يا اما 2-1 لصالح الاهلي باذن الله. الحمد لله احنا لينا افضليه في ماتش الذهاب، كسبنا 1-0 وباذن الله برضو
ان شاء الله نعوض اللي هو النهارده في الماتش بان احنا نكرر فوزنا تاني عليهم، وان شاء الله نكسب 2-0 ومحمد شريف يحط جونين باذن الله. ان شاء الله نطلع بمكسب ان شاء الله ونصعد النهائي ونكسب 3-0 اقل حاجه ان شاء الله. واتوقع ان محمد مجدي قفشه ومحمد شريف وليو ديانج ان شاء الله يكونوا اوراق رابحه باذن الله. والله اتوقع ان شاء الله محمد شريف وقفشه، واتمنى ان شاء الله العشره اهلاويه باذن الله. ان شاء الله النصر للاهلي وفوز كبير قوي 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 ان شاء الله، ان شاء الله نصعد للنهائي ان شاء الله باذن الله. باذن الله الاهلي هيكسب، و يعني اعتقد كده ان النتيجه مش هتقل على 2-0، ومحتاجين النهارده ان احنا نركز وشريف يركز معانا شويه بس، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله الورق الرابحه هي هتكون في قفشه ومحمد شريف باذن الله. ان شاء الله الاهلي 2-0 باذن الله، محمد شريف وقفشه. اتوقع ان شاء الله الماتش يخلص 2-0 للاهلي، والاوراق الرابحه الهدوء وان احنا كسبانين 1-0 في ماتش الذهاب، والخطه اللي بيلعب بيها الموسيماني دايما على المكسب. ان شاء الله 2-0 للاهلي، واتوقع يعني حسين الشحات ممكن يعمل حاجه النهارده. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويوفقنا، واتوقع ان شاء الله 3-0، علي معلول ان شاء الله يسجل ومحمد شريف باذن الله. 2-0 ان شاء الله قفشه ومحمد شريف. النهارده اللي هيكون الورقه الرابحه في هذا الماتش ان شاء الله محمد شريف، ونتمنى ان هو يجيب جون كده زي اللي جابه في الترجي، وربنا يوفق ان شاء الله. واهم حاجه ان الفريق يكون متماسك. ان شاء الله الاهلي هيفوز 1-0 وهيجيب الجون محمد شريف.